أنا أعيش في أسرة رياضية كبيرة، يعني كثر ما أسولف لك فيها إن عاشقة يعني الرياضة وأخص كرة القدم ما راح تتصور. يعني يوم كنت أحضر مباريات مع والدي الله يحفظه، فكنت يعني لازم في كانوا لاعبين مميزين إن أنا كنت أتابعهم وأحبهم في النادي العربي، أتكلم عن طبعاً الثمانينات. فبحكم مركزي أنا كنت وايد أحب اللاعب عبد الله البوشي، وايد كنت أحبه. يعني طبعاً أستاذ حامد الهدهود هو سبب تحولي من لاعب مدرسة إلى لاعب قلعة صفرة. طبعاً إذا بتكلم عن أستاذ حامد الهدهود ونقلته لي من يعني دوري المدارس أو دوري المدرسة إلى القلعة الصفرة، هذا موضوع كبير. يعني يا كلمني بعد طبعاً بعد ما انتهينا من الدوري أو من المباراة في الفصول، فيسألني قال لي اسمك، قلت له عبد الله. قال لي عبد الله أنت تلعب بنادي؟ قلت له لا والله ما ألعب نادي. قال لي ليش؟ قلت له والله ما يعني ما أنا أحب لعب السكة ولعب الفريج ومباريات التحدي اللي بيننا وبين بعض، بين قطعتنا ولا القطعة الثانية والأمور هذه يعني أحبها. كان يقول لي إيش رأيك أنا أوديك نادي القادسية؟ طبعاً أنا هني صدمت، يعني نادي القادسية وأنا عرباوي بهالوقت هذا، كنت عرباوي ووالدي شنو بقول له؟ أنا أدري ما يدخلني البيت لو قلت له أن مثلاً يعني يبقى عرض في نادي القادسية، ويعني ولك شغل في نادي القادسية، هذا نادي وبيتي عشقي، لكن أنا أتكلم في الفترة هذه يعني. فقلت له شو المطلوب مني أستاذي؟ فقال لي عطني رقم تلفونكم، تلفون البيت وعنوان البيت، أنا بجيك اليوم. قلت له اليوم؟ قال اليوم. إي والله صدمني يعني، بس فرحتي يعني ما تشيني للأمانة، حتى لو نادي القادسية، مع أن أنا يعني عرباوي بس أبي ألعب كرة، أبي أجرب التجربة هذه. فوصلت أنا البيت طبعا على طول، يعني حتى قبل ما أقط الجنطة وقبل ما أبدل، فقلت له يبا ترى مدرس كلمني اليوم يبي يسجلني بنادي. هو استانس، قال لي أي نادي؟ قلت له نادي القادسية. فشفت وجهه يعني تغير، ويعني قاعد يطالع. قلت له يبا نادي القادسية، ما قلت لك نادي برا، نادي القادسية كويتي. فطلب مني وشافني لاعب زين، يبا خلني أروح. فعطيته رقم تلفون البيت وعطيته العنوان، فعصب، قال ليش تعطيه تلفون البيت ومن بذنه تعطيه العنوان؟ يعني لازم تستشيرني انا. قلت له يبا انت خلي كلم الاستاذي وبعدين عد شوف الوضع. فوالله نفس اليوم اتذكر اني يعني حتى الغداء يعني ما يعني من كثر ما انا وياه بس ما اكلت من وناستي انطر استاذ حامد الهدود يمرنا البيت. فوالله وصل البيت تقريبا الساعه 4، فوانا ماسك يدي ابوي قلت له يبا تعال استاذ حامد برا. فطلع سلم على والدي استاذ حامد، ضيفنا حياك الله استاذ حامد، قعد ويا سولف ويا والدي. كان يقول له ابو عبد الله ترى انا باخذ عبد الله نادي القادسيه. قال لا شلون تاخذه نادي القادسيه؟ نادي العربي ميتين علي يا ابونا، انا ما حد كلمني في نادي العربي الحين. لكن هذا يعني حيله والدي انه ما يبي يمنعني عن نادي القادسيه. فانا طالع والدي قلت من يكلمني في النادي العربي يعني للامانه؟ فقال له يا ابو عبد الله خلنا ناخذ القادسيه، تعال انت ويا حياك شوفه نعطيه تجربه، ان كان زين ان كانت بيئه نادي القادسيه ولاعبين انت تعال جرب وشوف، يعني انت خايف على الولد. قال له ما في نهائيا ما يشوف حولي. وانا زعلان الحين، نسى الوالد ان حولي راح يكون غرام ولده يعني، فانا زعلان للامانه. فقال له استاذ حامد اعطيك فرصه ابو عبد الله واجيك باكر. قال له توكل على الله وطلع. طبعا انا زعلان وحاكي والدي، ورحت حق والدتي يا ايمه تعالي حاكي ابوي ليش ما يبي يخليني اروح نادي القادسيه؟ في نادي القادسيه؟ قالت يبا ابوك عرباوي واحنا عرباويين. قلت يا بعوتي تعوى خلوني اجرب. يعني ايام كانت روعه. المهم يعني اليوم الثاني نفس الطريقه بالمدرسه شافني استاذ حامد، فقال لي عبد الله شنو صار؟ قلت له والله انا كلمت استاذ يعني شويه معصب، فانا ما اقدر، يا ريت تمر عليه انت. قال بمر عليه، ومر عليه اليوم الثاني. طبعا نفس الطريقة ما رضى الوالد. احنا كانت عندنا زيارة بيت عمي في بيان يوم الخميس، فأنا هني فكرت فرصتي اني اكلم، مع ان عمي الله يحفظه ويطول في عمره اصغر من والدي، فقلت بكلم عمي. فيوم دشينا سلمت قلت له عمي الله يخليك بكلمك، انا يعني عرض في يعني تسجيل في نادي القادسية، مدرس طالبني بنادي القادسية والوالد الله يحفظه مو راضي عني، الله يرحم والديك كلمه يعني خلني اجرب بروح النادي استانس. قال خلاص
طبعا كلم عمي وقال له ان شاء الله يا ابو محمد وما يصير حالك كله طيب. فهم الجمعه عندنا زواره بيت يدي اللي هو بالصباحيه، فهني تمام. يعني انا خوالي يحبوني حيل، عشرتي مع خوالي يعني لي معزه عند خوالي الله يحفظهم. فمسكت خوالي بالديوانيه قلت تكفون يا خاله، اليوم يومكم انا طالبيني نادي الغاتسيه، وانتم انا ادري ان عرباويين وانا عرباوي ما في مشكله، بس خلوني اجرب. طبعا خوالي ما يمنعوني يعني انا صغير ولدهم، فقالوا له ابو عبد الله خله يروح، لا تصير عادي يعني بهالدرجه ان انت عرباوي خلاص. يعني في وايد لاعبين ابهاتهم عرباويه هم مثلا بنادي ثاني الغاتسيه او العكس. فقال ان شاء الله خلاص انا اوديه ونجربه ونشوف. فيوم اعتقد كان السبت، احنا عندنا مدارس الفتره هذه السبت مدرسه ما في يعني كانت ما في عطله. فيوم السبت انا موجود بالمدرسه، فرحت كنت حق استاذ حامد واركض انا على قسم الالعاب البدنيه. استاذ حامد ترى ابوي وافق تعال اليوم، قال امرك خليك لابس انا اوديك النادي. فمر علي اليوم نفس اليوم هذا استاذ حامد وخذاني، الوالد قال انا بجي، قال له حياك تعال. طبعا الوالد لحقنا انا ويا استاذ حامد بالسياره، وصلنا نادي الغاتسيه حولي. بالفتره هذه كنت انا تحت 12، كان عمري تقريبا 10 سنوات او 11 سنه. طبعا في السابق كانت يعني التدرجات السنيه اللي قبل غير عن الحين طبعا نمشي على المواليد 2000 و2000 ما ادري يعني انا مش عارفه، بس انا اتكلم عن السابق اللي كانت تحت 12 و14 و16 و18 وكان في 20 وفريق اول. هذا اللي انا اتذكره يعني. طبعا يعني المراحل تغيرت حتى في عهدي انا تغيرت، بس انا كبدايه يوم دشيت هذه كانت المراحل، فانا كنت تحت 12. فوصلت نادي الغاتسيه طبعا اشوف اللاعبين، انا ما اعرف احد للامانه وصغير. كنت اتذكر مدربنا زوران يوغوسلافي زوران من خيره مدربين البراعم، هذا المدرب سابق عهده، كنت اتمنى نفس هذا المدرب لليوم هذا، انه يعني بالمراحل السنيه اللي هي البراعم اللي هي المدرسه اللي احنا يسمونها المدرسه. طبعا انا مدرسه احنا عين نقولها، قبل كنا براعم وصغار. فيوم حضرت يعني استاذ حامد الهدود دخلني الغرفه، كان مشرفنا ذاك الوقت الله يذكره بالخير سلطان المصباح ابو محمود، وكان معاه مساعد المصباح، كانوا مشرفين، لكن هو دائما الاقرب كان لنا ابو محمود. يعني كان هو ماسك فريقين 12 و14 سلطان المصباح ابو محمود. فيعني سلمت عليه ورحب فيني قال حياك عبد الله، واعطوني طبعا نادي الغاتسيه ميزته من دخلته هذا كلمه حق، ما تلعب في فنيتك، التيشيرت اللي انت جاي فيه تبدله، في طقم عندك كامل اصفر. شوف نادي الغاتسيه انا اتكلم لك هذا الحكي 86، شوف نادي الغاتسيه يعني ترتيبات وحلاوتهم وحبهم. يعني التيشيرت موجود معلق، تاخذ التيشيرت تبدل تيشيرتك، تلبس التيشيرت الاصفر وتدخل فيه التمرين. ممنوع منعا باتا تلبس اي فنيله غير نادي الغاتسيه، ممنوع الانديه الثانيه حتى ترى اتكلم لك الانديه الاوروبيه، ممنوع تلبس انديه كويتيه. شوف يعلمونك يعني يزرعون فيك حب نادي ولا نادي الغاتسيه، حب نادي الغاتسيه. فانا طبعا لبست تيشيرت ودخلت التمرين، حضر والدي قاعد فوق على المدرج. اتذكر كنا ملعب رقم، بدايتي كانت ملعب رقم 2، كان في تقسيمه والله اتذكرها عدل. اليوم هذا ملعب رقم 2، طبعا ملعب القادسيه كان في ملعب اسمه مدرسه هذا حق البراعم الصغار اسولف لك عنه، وفي ملعب رقم 2 وملعب رقم 3، الاثنين اللي هو مباريات اللي فريق 14 16 18 يلعبون فيه، وطبعا ملعب رقم 3 اللي هو تمارين تصير في التمارين حتى ملعب رقم 2. فكان من حظي انه في تقسيمه، فدخلت التقسيمه وشاركت معهم وسجلت، والله اتذكر هدف في هذا يعني في هذا اليوم في التقسيمه. فناداني المدرب زوران وكان يمه اخوي الكبير سلطان مصباح ابو محمود. فيوم كلموني مدرب زوران ومشرفي سلطان مصباح نادوني في يعني بعد التمرين، فسالوني سؤال، انت مسجل بنادي ولا ما رحت ما يعني ما دخلت اي نادي ثاني؟ قلت لهم لا، اول مره ادخل نادي.